طبعا مش مبسوطين ان العيد ملوش فرحه وملوش الزهوه بتاعت كل سنه. احنا كل سنه كنا بنتجمع في الاستاد وكان بيبقى في اعداد كبيره واعداد لها وزنها. الاعداد دي كانت بتضيف الفرحه وبتبهج الموجودين كلهم. الاطفال كانوا بيلعبوا ويدوم وتنططهم، الكبار كانوا بيسلموا على بعض ويشوفوا بعض من السنه للسنه. كان لقاء جيد، كان لقاء جميل، كان لقاء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا ان احنا نتجمع ونتالف ونتعاون. لكن العيد السنه دي ملوش طعم خالص، ملوش اي بهجه، ملوش اي فرحه، مشتتين. الاعداد المهوله دي اقتصرت على صفين او ثلاثه بالكثير من المصلين. الناس مش مبسوطه، الناس مش فرحانه. العيد السنه دي مش زي اي سنه. العيد عدى علينا فتره، عدى علينا سنه كانت احلى سنه عدى علينا فيها عيد. كان كل واحد حاسس بالعيد ذات نفسه. يعني كنا الاول ايه نقول العيد قدامه شهر، نقول رمضان بكره والعيد قدامه شهر ويبدا. دلوقتي بنقول رمضان بكره، خلاص الحق رمضان بكره. فالعيد طبعا مش زي كل سنه. كنا الاول العيد كان الواحد بيفرح بيه وعدى علينا سنه كانت احلى سنه عدى علينا فيها عيد. طبعا حال البلد بدا يسوء يوم بعد يوم، شهر بعد شهر. طبعا البلد بقت رايحه بطريقه خالص، فالواحد ما يحسش بالعيد زي اي سنه. وطبعا كانت الدعوه السلفيه حتى في السنه دي كانت الدعوه السلفيه بتنزل عامله شغل وهدايا واطفال وكمان جنده وبلالين والعاب حاجات. ياما كان الواحد بيحس انه عيد فعلا، رايح صلاه العيد وجاي والناس وكلام من ده. دلوقتي الواحد يمشي ناس زعلانه وناس فرحانه وفي ناس ما بتروحش اصلا. طبعا الدعوه السلفيه مش عامله شغل دلوقتي زي زمان، وفي مساجد ياما اتمنعت من صلاه العيد. بقت يعني الناس كلها بتروح تصلي في مكان واحد، بقت في زحمه جامده، فبقت بقى اختلاط بين النساء والرجال وكلام من ده. طبعا احنا نتمنى ان العيد يرجع زي الاول ونحس بفرحة العيد زي زمان، لان حال البلد كده مش نافع. الواحد كده مبقاش فارقة معاه عيد مش عيد، هي ايام وبتعدي خلاص. في ناس زعلانة وناس فرحانة، مش كله فرحان زي زمان. طبعا نتمنى ان ربنا يصلح حال البلد كده.